في كل موقع على الإنترنت نجد أشياء أساسية لابد أن تكون في كل موقع، وأولها القائمة العلوية أي المنيو. في القائمة نجد روابط صفحات، روابط المقالات، وكذلك نجد روابط مخصصة عند الضغط عليها تأخذنا إلى مواقع أخرى. في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية إنشاء المنيو، وكما قلنا قبل إنشاء المنيو يجب أن يكون لدينا الصفحات حتى نظهرها في هذا المنيو. قمت سابقا بإنشاء صفحتين، الصفحة الرئيسية والصفحة التي تتحدث عني. الآن سأقوم بإنشاء 3 صفحات فارغة لنضيفها على المنيو. انتهيت من إنشاء الصفحات وسأتوجه لإنشاء القائمة العلوية. إنشاء المينيو أتوجه إلى Appearance Menu. عندما أدخل إلى المينيو أجد أنه لا توجد مينيو. أقوم بإنشاء واحدة أسميها Main Menu. أقوم بإنشاء القائمة. عندما أنشئ المينيو أحدد أنها هي المينيو الأساسية للموقع. كذلك أريدها أن تظهر في أعلى الصفحة، وتظهر في الهواتف، وتظهر عند صفحة الخطأ، وتظهر في المينيو المعلق. ثم أضع Save Menu لحفظ الإعدادات. الآن سنتوجه إلى إضافة أجزاء إلى المينيو، Items جديدة. أقوم بعمل View All لمشاهدة جميع الصفحات التي قمت بإنشائها. أحدد الصفحات وأقوم بإضافتها إلى المينيو. فقد تمت إضافتها. بعد إضافة الصفحات يمكننا أيضا إضافة Article، بوست، مقالة إلى المينيو، سميها Article. يمكنني أيضا إضافة رابط بروفايلي على الفيسبوك. ثم أضغط على Save Menu. أذهب الآن لأشاهد موقعي. أقوم بالتحديث. أتوجه إلى Localhost Word. ثم تجدون أنه قد دخلت إلى الصفحة الرئيسية وتم إضافة المينيو هنا وإضافته هنا. كذلك نتحقق أن الأرتيكل يأخذني إلى الأرتيكل. الصفحات تعمل بنجاح. صفحة الثالثة، صفحة الثانية، صفحة الأولى، كذلك About Us عن حسابي أو بروفايلي على هذه الصفحة. كذلك أستطيع العودة إلى القائمة الرئيسية. نلتقي في الفيديو القادم.